السلام عليكم. بشرح اليوم راح اعلمكم طريقه سهله تنشر فيها البوستات عندك في الستوري وتغير خلفيه الستوري، والطريقه راح تشتغل مع البوستات واذا احد مسوي لك منشن. بعد تدخل على البوست، بعدين تنشر البوست عندك بالستوري، بعدين تضغط علامه الاستيكرات، بعدين علامه الصور وتشوف الصوره او الفيديو. بعض الناس ما يطلع عندهم فيديو، حظهم مسخم. مثلا راح اختار صوره الحبيب جاكو. الحين شنو تسوي؟ بايدك اليمين كبر الصوره، وبايدك اليسار اضغط ضغطه مطوله على البوست، راح تصير الصوره تحت والبوست فوق. كبر الصوره على كل الشاشه وكيفك، حط البوست بالمكان اللي تبيه وانشره عندك بالستوري وبس. والله في أمان الله.